مدينة النعمة تحتضن أعمال ورشة تكوينية حول خطة التنمية الرعوية الإقليمية بولاية الحوض الشرقي. والي قدماغ يشرف في مدينة سيلباب على افتتاح أعمال ورشة جهوية للتخطيط وتنسيق المشاريع التنموية بالولاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الولايات. انطلقت اليوم في مدينة النعمة أعمال ورشة تكوينية حول خطة التنمية الرعوية الإقليمية بولاية الحوض الشرقي. تهدف هذه الورشة إلى عرض المخطط الرعوي ومراحله وتشخيص واقعه من خلال وضع خارطة طريق وتقييم الإمكانات والآفاق المستقبلية له. بعد سلسلة ورشات واجتماعات وزيارات ميدانية لجميع المقاطعات، تأتي ورشة البناء التشاركي لمخطط التهيئة الرعوية في ولاية الحوض الشرقي تتويجا عمليا لسلسلة الأعمال المنجزة في هذا الإطار، والهادفة إلى وضع وثيقة نهائية ستشكل مرجعا للمعلومات المتعلقة بخصوصية كل منطقة، مما سيساهم في تحسين التدخلات المنفذة خصوصا في قطاع التنمية الحيوانية. يشرفني أن أفتتح معكم اليوم هذا الملتقى الخاص بالمخطط الجهوي الرعوي، وبالنظر لما تتمتع به الولاية من مقدرات في مجال الثروة الحيوانية والتحديات التي نواجهها في سنة كهذه على أكثر من صعيد، فإن نقاش موضوع كهذا هو أمر في غاية الأهمية. نشيد من جهة أخرى بما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بشأن إحصاء الثروة الحيوانية. أدعو السادة الحكام والعمد والإدارات الفنية وممثلي الاتحاديات إلى إعطاء كامل العناية لتسيير البرامج التي وضعت الحكومة لمواجهة التحديات المتعلقة بالثروة الحيوانية. وننتظر بعد الزيارة الأخيرة التي أداها معالي وزراء الدفاع والداخلية واللامركزية على الحدود، وانتظارنا ابتداء من يوم 13 مايو القادم زيارة معالي وزير الثروة الحيوانية والسيدة مفوضة الأمن الغذائي، أن تتعزز تلك الإجراءات بما يضمن استجابة أحسن لتطلعات منمي الولاية. المخطط الذي جاء نتيجة لتضافر جهود قطاع التنمية الحيوانية وبمتابعة وتنسيق من جهة الحوض الشرقي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي منفذ من الوكالة البلجيكية للتنمية، يمثل حلا لإشكالية طالما طرحت على طاولة النقاش تتعلق بقاعدة بيانات تمكن من التسيير الأمثل للمجال الرعوي. هذا الاجتماع اليوم وهذه الإشكالية اللي متباركين معها اللي هي تسيير المجال الرعوي، كيف تعرفوا لا أدخل في التفاصيل، ثم الحوض الشرقي أدرى من أي حد بإشكاليات تسيير المجال الرعوي، ويا الله هذه الدراسة تعطينا مقترحات عملية حول كيفية التصور اللي لا يعود في المستقبل تقوم الحكومة بعين الاعتبار من أجل تنمية المجال بشكل عام وخصوصاً ما يتعلق بالمنشآت والخدمات. وهذا يجي مكمل لعمل أخر جبار وأحلى في ظرف الحكومة واللي هو إحصاء الثروة الحيوانية. الملحق المكلف بالتعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا أكد أن هذه الورشة تأتي تتويجا لرحلة عمل طويلة أشرف عليها قطاع التنمية الحيوانية سبيلا إلى دعم كل ما من شأنه الحفاظ على الثروة خصوصا في ظل التحديات المطروحة. وتهدف الورشة التي تدوم يومين من خلال النقاشات والعروض المقدمة إلى استقراء شامل للنتائج المقدمة في الوثيقة، في مسعى إلى الخروج بأهم الملاحظات الواردة في المخطط مع تحيين المعلومات في ظل التحديات الطارئة على الولاية. عدنان إسماعيل لقناة الموريتانية، مدينة النعمة.
وقعت بلدية كيفا ومشروع مدن لتسيير النفايات الصلبة اليوم في مباني ولاية العصاب اتفاقية شراكة للقضاء على القمامة والمكبات العشوائية بإشراف والي العصاب. وبهذه المناسبة أكد والي الولاية عبد الرحمن ولي الحسن أهمية هذه الاتفاقية لكونها تأتي في إطار مواكبة جهود الدولة الرابية إلى خلق فضاء حضري نظيف. وقد وقع الاتفاقية عن مشروع مدن المنسق العام للمشروع أبو سيف والسيد أحمد وعن بلدية كيفا العمدة جمال والكبوتة. تراس والي غورغول زوال اليوم في مدينة كيهيدي أعمال الطاولة المستديرة حول واقع الأطفال فاقدي السند العائلي بالولاية. تدف هذه الطاولة المنظمة من قبل وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إلى توفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال. مواصلة لسلسلة الطاولات المستديرة التي ينظمها قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في كافة ولايات الوطن، يأتي انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية للعمل الاجتماعي في ولاية غورغول برئاسة واري الولاية أحمد نور سيدوبا. ويخصص هذا اللقاء لدراسة وضعية الأطفال فاقدي السند العائلي والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة التي تهدد كيان المجتمع. هذه الظاهرة تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وتتنافى أيضا مع تعاليم الدين الإسلامي، وهذه ظاهرة مقلقة ومنتشرة على مستوى ولاية غورغول، خاصة على أن أغلب هؤلاء الأطفال على أنهم أجانب، وبالتالي لا بد من وضع خطة يراعى فيها الجوانب الاجتماعية، الجوانب القانونية والجوانب الدينية. والدولة في هذا الإطار اتخذت بعض التدابير وطبقت خطة تتألف أساساً من 7 نقاط. أولاً هي قامت بمحاولة القيام بمسح لجميع المدن اللي هذه الظاهرة منتشرة فيهم، واللي من ضمنهم ولاية غورغول ومدينة كيهيدي. والخطوة الثانية، النقطة الثانية، على أنها قامت بتعزيز قدرات المراكز اللي مهتمة بحماية ودمج الأطفال. ويواكب قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة سياسات الحكومة الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وتحسين واقع الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال فاقدي السند العائلي. أطفال فاقدي السند العائلي اللي تعرفوا عنهم ظاهرة أصبحت منتشرة وتحتاج التدخل جميع المتدخلين في القطاعات المختلفة من أجل وجود حل لهذا المشكل اللي يعتبر معضل ويعتبر فيه انتهاكات صريحة لحقوق الأطفال، خصوصا من هذه الفئة اللي لا سند لها واللي تحتاج على أن الدولة تعدل لها مجهود كبير. إياك على أنها تحد، وذاك يستدعى منكم انتم كأعضاء لهذه الطاولة انكم تشوفوا ذاك اللي الخطط الانجع لحول لهذه الظاهرة. وتضم لجان الجهوية للعمل الاجتماعي مختلف القطاعات الوزارية المعنية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، كما تسعى إلى تنفيذ ومواكبة سياسات وبرامج الدولة في مجال ترقية حقوق الأطفال. محمد علي السالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. إلى ولاية قديماقة، حيث أشرف والي قديماقة أحمد والمحمد محمود والدي اليوم في مدينة سيليبابي على افتتاح أعمال ورشة جهوية للتخطيط وتنسيق المشاريع التنموية المنظمة في إطار الشراكة التنموية بين القطاعات الحكومية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للطفولة. يشارك في هذه الورشة حكام مقاطعات الولاية وعمد البلديات التي ستستفيد من التدخلات والمشاريع التنموية المنبثقة عن مخرجات ومقترحات المشاركين في الورشة. وقد أبرزت المداخلات خلال هذه الورشة أهمية التعاون القائم بين المشاريع الحكومية وهيئات الأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق التدخل.
وبهذه المناسبة أوضح والي غيديماغا أن برنامج هذه الورشة سيسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مناطق التدخل. تدخل هذه الورشة في سياق ملائم يتسم بتصميم البلاد على تبوئ المكان اللائق في مصافي الأمم المتقدمة، وهو الخيار الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني، حيث وضع التنمية الاقتصادية المستدامة في مقدمة أولوياته. إن هذا التوجه الاستراتيجي يتضح بجلاء في برنامج حكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود الذي لا يدخر جهدا لتسريع عملية التنمية في البلاد. وفي هذا الصدد يشكل هذا البرنامج محور التعاون بين بلادنا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة ما بين 2024 و2027 نقلة نوعية نحو تضافر الجهود وتطوير أوجه التعاون المشترك. إلى شمال البلاد، حيث بدأت بعثة طبية إسبانية عملها في مدينة زورات عبر تقديم استشارات ومعاينات طبية في عدة تخصصات. يأتي عمل هذه البعثة ثمرة تعاون بين منظمة هيومن كوب الإسبانية ونائب الجمعية الوطنية عن مقاطعة بئر مقرينة. من مدينة زورات هذه المرة بدأ فريق منظمة هيومن كوب الإسبانية عمله الدوري في ولاية تيرس الزمور عبر معاينة المرضى وتقديم الاستشارات الطبية والأدوية لهم. والي الولاية محمد المختار والعبدي رفقة نائب مقاطعة بئر مقرين محمد سالم ولنويقو تفقد سير عمل البعثة الإسبانية في كل من مستشفى الشركة الوطنية للصناعة والملاجم سنيم ومركز الاستطباب الجهوي، مستمعا لشروح من قبل القائمين على البعثة حول نوعية الاختصاصات المتوفرة ومدى موائمتها للحاجات الصحية بالولاية. هذه بعثة اللي خاصنا نجيبو، كنا نجيبوها لبئر مقرين وراك جبناها للولاية، وهم إن شاء الله عودوا يستفادوا منها المقاطعة الثلاثة. هذه أول مرة تجي للولاية، بعثة فيها تخصص كامل ما فهم تخصص ما هو فيها. هذا لا تعاون للدولة، نعاون الدولة، نعاون الرئيس، وذاك اللي قد نعاونوا به أنت، وذاك اللي كل باطي ذاك اللي قد يعدل يعدلوا من جهته. نحن ان شاء الله انتم نعاونوا الناس الضعيفه. شاكر السلطات الاداريه الولايه على حسن الاستضافه وعلى تسهيل جميع المستلزمات الضروريه لعمل هذه البعثه. اختيار مدينه زويرات لعمل البعثه الطبيه كان له الاثر الايجابي على عدد المستفيدين الذين تلقوا العلاج بشكل مجاني. هاي البعثة الإسبانية عندنا معها علاقات من 2020 اصلا تجي لبئر مقرين، ومن هاي اللي نمشي اللي درك اخترنا نشاركوا فيها الولايه ككل، ياك تستفاد منها الولايه عامه ومستهدف بها طبقات الهشه ولقاش مستفاد منها، ما يعطي عنها شيء، ما فيها تعويض بما فيها الفحوص بما فيها الادويه اللي تنعطالو بما فيها الاستشاره، كامل مجاني. جينا اليوم من مقاطعة فديرك لأن الدواء وسمعنا أن البعثة دواها مجاني ودويتها مجانية، جزاء الله خير. المنظمة الإسبانية على هامش عملها قدمت دورات تكوينية للطواقم الصحية العاملة في مركز الاستطباب الجهوي حول سبل تشخيص بعض الأمراض. هاي البعثة عدلت لنا دورات تكوينية في بعض من الأمراض، من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس اللي يشرح الدكتور حالا وقال عنها مهم تشخيص لها لأنها تودي لياس الأمراض، وتكلموا لنا مولي عن مرض السكري عن خطورته عن علامات اللي يلا حد يشوفهم يعود يحذر منه. على مدى أسبوع سيستفيد سكان ولاية تيرس الزمور من الخدمات الصحية المقدمة من قبل منظمة هيومن كوب الإسبانية في خطوة ستسهم في تطوير عمل القطاع الصحي بولاية تيرس الزمور. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زويرات. في ولاية الحوض الغربي بدأت اللجنة المكلفة باختيار المشاريع المستفيدة من النسخة الرابعة من مشروع مستقبلي بولاية الحوض الغربي بأعمالها، وينتظر أن يستفيد من هذه النسخة أكثر من 100 مشروع ستعزز من فرص تشغيل الشباب بالولاية.
عشرات الشباب من ولاية الحوض الغربي يشاركون في المرحلة النهائية من اختيار المشاريع الممولة في إطار النسخة الرابعة من مشروع مستقبلي، وتتم العملية بإشراف مدير ديوان والي الحوض الغربي أحمد جد والطلبة رفقة حاكم مقاطعة العيون عبد الله أحمد زين. جينا هون للولاية ديلو تقريبا 9 أيام ولا 10 في إطار هذه النسخة الرابعة، بعد اللي نخلق الفرص الأولي للنتائج هنا على مستوى السلطات المحلية ملي واكبت تلك العملية جزاها الله خير وسهلت تلك الأمور كاملة، ودارك نحن دارك في المجموعة اللي طلعت معنا كوناها مدة نهارين هون إلى 3 قاع، وانتظرنا ملي الغياب كامل ياك ما يغيب حد عن هذه النسخة، وكوناهم على خطة العمل ياك عود الصبح رواد مشاريع إن شاء الله تعالى، وياك خلقوا فرص عمل وفرص عمل ملي خرى معاهم لحد من البطالة، ودرك ان شاء الله هاي قدامكم هي اللجنه المحليه للقروض. جهه الحوض الغربي عبرت عن اهميه هذه المشاريع في خلق فرص عمل دائمه لشباب الولايه. بالنسبه للجهه تشكر القائمين على مشروع مستقبلي وخصوصا اللجنه اللي تشرف اليوم على المراحل النهائيه من تصفيه الناس المستفيدة من هذا المشروع، وفي إطار الجهة على كل حال كمؤسسة محلية تقوم على تنمية الولاية تعمل مع السلطات الإدارية والوزارات وشركاء في التنمية على صفة تخلق بها مجال الفرص العمل للشباب. وكانت وكالة التشغيل في مدينة العيون قد مكنت الشباب الطامح في الحصول على التمويل لمشاريعه من كافة التسهيلات في سبيل ذلك. بالنسبة للوكالة المحلية في العيون واكبت انطلاقة النسخة الرابعة من مشروع مستقبلي، بحيث على أنها سهل التسهيل على منصة دليل كل يعني راغبي في التسجيل وكذلك راغبي في الولوج للمنصة من أجل إيداع طلباتهم سهلة التسجيل، لأنه ما ممكن حد يضع طلب في نقر هذا يكون يعود مسجل على منصة التسجيل اللي هي متعلقة بالوكالة، وإذا تالي الوكالة سهل التسجيل للناس اللي جاوا للوكالة وللناس اللي سجلوا عن بعد. وينتظر أن يستفيد من هذه الدفعة أكثر من 100 مشروع ستمكن من تعزيز تشغيل الشباب عبر فتح مشاريع جديدة ودعم ومساندة أخرى كانت قائمة. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة العيون. وفي نفس الموضوع دائما احتضنت مدينة كيف اليوم اجتماع اللجنة المكلفة باختيار المشاريع المستفيدة من مشروع مستقبلي، ويهدف هذا الاجتماع إلى فرز 120 مشروعا سيتم تمويله ضمن البرنامج في نسخته الرابعة. اجتماع لجنة القروض المحلية على مستوى ولاية العصابة يمثل آخر مرحلة من مراحل فرز المستفيدين من برنامج مشروع مستقبلي الذي سيمول في نسخته الرابعة 120 مشروعا لصالح شباب الولاية. اليوم هذا المستفيدين اللي هي يرقاو لجنة القروض المحلية ذات مر بعدة مراحل، منها الاختيار الأوتوماتيكي اللي خلق في مباني ولاية العصابة بحضور لجنة ترأسها الولاية بعضوية كابيك وسيدي والمجلس الجهوي، مروا مفمات إياها بتكوين على طريقة إنشاء خطط الأعمال، ومن ثم وحدوا لهم المبالغ اللي هي يجبروا عن طريق خطط أعمالهم اللي عدلوا اللي هي يجبروا في حالتهم تم اختيارهم بشكل نهائي. اليوم هذا المستفيدين اللي عدلوا اجتماع مع لجنة القروض المحلية يقابلوها يعرفوا بمشاريعهم وله يتنقط لهم اللجنة على ذلك، ومن خلاله هو اللي له يتم اختيار 60 مشروع من PME تمول في النهاية و60 مشروع من نانو بمختلف أصنافه، نانو سلف سامبل ونانو بليس ونانو مهنتي. سعيا لضمان شفافية العملية يواكب قطاع التشغيل والتكوين المهني كافة المراحل التي تمر بها الملفات المترشحة للتمويل، وذلك من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل. من بداية العملية يبدأ عند الوكالة وينتهي عندها، قال في المرحلة اللي هي تهيئ الوكالة عقب عملية الانتقاء ياك لجنة القروض تعود منعقدة هون، وذاك اللي إجراءات استقبال الجمهور يتم عن طريق الوكالة في هذه المرحلة
اللي انتم فما بالتنسيق مع الوزاره تخلق عمليه متابعه للمشاريع منين يفوتون العرفة كانهم ياكل ومتاوان بلاس وياك امورهم مشاه طبيعيه كامل. المترشحون لتمويلات برنامج مشروع مستقبلي على تنوع مشاريعهم ثمنوا خطط واستراتيجية الدولة الرامية إلى محاربة البطالة وتشغيل الشباب ودمجهم في الحياة الاقتصادية النشطة. ذا النموذج اللي أنا من ضمن نقد نعود من ضمن المستفيدين منه اليوم يخدم أهل الداخل خاصة على أنهم يجيهم في عاصمة الولاية. أنا جاي من مقاطعة كنكوصا وإذا فعلا يخدمنا بلي ما بعيد علينا حتى موكشي وعدل في نواكشو وفايتتنا أخباره. الثانية ماذا كيعلنوا هذا اسمه على وسائل التواصل ما هو ما محتاج حد يتنقل ياك يطرح ملفه وياك يشارك ويعدل دراسته قد عدل في تلفونه والله على جهازه وقاعد عند أهله ولين يتم انتقائه ويتصل به ويجي بكل انسيابية ويعدل إجراءاته. جاتني فرصة أني قد أني طرح في المشروع كاني هذا طبق اللي قاعد قريت أول شيء من ناحية وثانيا هم اللي مشروعي قال له مشروع مجانا وتربية حيوانات بشكل عام. توف طبيعة مشروعي متحدث عنه أنه قابة معلوماتية هذه تعليم الشباب اللي قاعدوا عن الدراسة واللي عندهم شهادات ما فاتوا جبروا العمل. على غرار بقية ولايات الوطن استفادت ولاية العصابة من النسخ الثلاث السابقة لمشروع مستقبلي من تمويلات لعدة مشاريع وأنشطة مدرة للدخل. عبد الله الصوفي، قناة موريتانية، مدينة كيفة. في موضوع ذي صلة، وفرت المشاريع الممولة من قبل برنامج مشروع مستقبلي العديد من فرص العمل للشباب في مدينة وذبو، ويمثل المشروع الزراعي لفاطمة نموذجا للمشاريع التي استفادت من دعم برنامج مشروع مستقبلي في المدينة. يشكل برنامج مشروع مستقبلي التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني آفاقا واعدة لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. فاطمة شابة من سكان مدينة وادبو، مكنتها استفادتها من هذا المشروع من إنشاء مزرعة نموذجية كانت فرصة لتشغيل حوالي 20 امرأة كترجمة ملموسة لسياسة الحكومة في مكافحة البطالة وخلق فرص عمل لائقة خاصة في صفوف الفتيات والشباب العاطلين عن العمل ومعيلات الأسر. نحن هذو مستفيدين مشروع مستقبلي تعاونية نسوية زراعية في مدينة وادبو تضم 20 امرأة وفيها الشباب وفيها العائلات الكبار وفيها معيلات الأسر، والحمد لله تميزت عنها مستفيدة من مشروع مستقبلي على النسخة الثانية. استفادت منه على مرحلتين. المرحلة الأولى استفادت من مشروع مستقبلي النسخة الأولى مولنا الحمد لله وعدلنا مشروعنا هذا، واستفادوا منه العائلات عادوا ينتجوا يعدلوا عدنا شي دكتور وعدنا الحمد لله هنا نعدلوا هالشي كيف نصدروها. وفما النسخة الثالثة اللي استفدنا منها في تمويل توسيعة المشروع وضرايك ونعدلوا الخضروات كاملة بشتى أنواعها، وعدنا الحمد لله نقذوا السوق وعدنا معدلين شين قال اكتفاء ذاتي الحمد لله. العنصر النسوي ذاك هو الحمد لله حاضر بتمييز، والشابات وكمها قبلوا على الزراعة المحلية وعرفوا عنها هي الحمد لله اشبه وصحية وعندها صدى صوت أكبر من أي شيء ثاني وعات منافس في السوق الحمد لله. طالبين توسيعة مشروعنا لأن مشروعنا نموذجي وعندنا قدر من ذو ستارتيدكت ونبقوا نوسعه حتى نعدلوه تستخدم في البخور وتستخدم في صناعة العطور. تتم في هذه المزرعة النموذجية زراعة أصناف متعددة من الخضروات التي تستهلك يوميا ويتم عرضها في أسواق العاصمة الاقتصادية. نقلع منها رقص بومو ونقلع منها الفصل، سمعت ونقلع منها بيرسي وطماط الحدش، سمعت له بطراف وهذا هو بعرف حريتنا والخضراء الاخرى معربه معها نستفاد من الحمد لله. وتي دكت مولي ذكيه عندنا الحمد لله. انا واحده من المسارعات هون في هذا المشروع، اختاروني نتاحتنا الفرصه على ان يقدم لنا دعم نوسعوا هذا المشروع شوي وننموه اكثر ونعدلوا له ياسر من الشقاله، خاصنا ياسر من الاليات فياك يساعدنا على ان نقدروا نطوروه. نقلع البصل وتو نقلع عنه الوسخ اللي كان عليه ونقبوه تو الصالح منه نافع نبيعوه الثاني نقصه بخيام. عندنا ربيع كامل الصاليات والكرافس والقزبور المعدنوس. عندنا صاليات وعندنا الكاروت وعندنا صبامه وعندنا ناجي وعندنا بيرسي وعندنا الخضره الحمد لله كامله باشكالها تصدر هذه المزرعه.
نبيعوهم إن شاء الله في السوق المحلي والمسواق كامل تبارك الله. يعتبر برنامج مشروعي مستقبلي من أهم برامج التشغيل التي تدخل في صميم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تمكين الشباب المهتمين بالتشغيل الذاتي من ولوج آليات التمويل الميسرة، وتمكن هذه الفئة من تحقيق طموحاتها في عالم ريادة الأعمال. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مدينة نوادب. تتواصل في مركز تيغند الإداري عمليات التسجيل على اللائحة الانتخابية ضمن المراجعة الاستثنائية تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة. فريق من مكتبنا في روسو زار مركز التسجيل في مدينة تيغند وأعد التقرير التالي. مركز المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية في بلدية تيغند بدأ عليه إقبال المواطنين يزداد شيئا فشيئا وبشكل ملحوظ مع دخول الأسبوع قبل الأخير من الموعد المحدد قانونيا للعملية. جينا لهذه البلدية جايين نسجلوا وشاكرين الدولة بعد قاع لتقديم هذه الخدمات تقريبا من المواطنين على مستوى هذه البلدية وعلى مستوى كافة عموم التراب الوطني. وسجلت وداعي هون مواطنين كاملين عن كل هيا الله يجي يعبر بصوته ويسجل ولا يتكل الوطن على حد، كل هيا الله يرى عنه صوته مهم ويجي ويسجل ومن حقه يزرق، وحد ما سجل ما هو لا يزرق. اليوم الحمد لله فات سجلت في زايد على 4000 رقاش، هاي كلهم فات سجل ما جايبوا رقاش ولا مفارسي رقاش ولا شيء يسوش. لا عند رحنا طالب شوي لدار تساني عند المكاتب المكتب يخلق فيه إقبال مانع شوي مع الصباح، طالبين من الجهة المعنية هذا نتوس يعلو يفتحوا مكتب بما انتقنت سجل فيه القرى التابعين له كاملين، لكن يخلق دقهم دق مانعهم، طالبين من إدارة سيني بعد تفتح لنا مكتب ثاني. أنا جاي كنت نقبعوا الروسية كيف إني قبطوا والناس كيف سنها بدأت مثلا زاد هي تقبعوا روسياتها وطالبين منها كاملة عنها تجي وتسحب الوسياتها، والناس إن شاء الله دورها كثرة بإذن الله تعالى ومسجلة كاملة. بعثة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية أكدت أن عدد المسجلين يوميا في مركز تيغند يتراوح أحيانا بين 80 شخصا إلى 100 فما فوق. ما شاء الله الإقبال هون يومي على هذه العملية على هذا الواجب الوطني، وهذا التحسيس ما شاء الله يرجع عملي له السلطة الإدارية والمجتمع المدني وعلى الفاعلين السياسيين. كان تعاطي الشركاء هنا على مستوى مركز تيغند إيجابي ما شاء الله. حصيلة اليومية هون تقريبا بشكل يومي تلحق ذيك 90 إلى 180، هاي الحصيلة يومية تبارك الله سبحانه وتعالى هناتيا. وعندنا عندنا هذا المكتب هناتيا وعندنا ديباري وكذلك هم اللي عندنا الاحتياطي اللي هو ريزرف، وهذا العمل اللي اي حد بصمته مثلا ما طلعت والله عمل يدوي. عندنا انفورماتيسيه اللي تعلق بالمدرسه، عندنا نهارين في الاسبوع يعني ان شاء الله الطلب هو يومي يوم، لذلك دائما هذا الفني يجينا نهارين في الاسبوع تقريبا. وكمان نوههم اللي عن هاي العمليه هاي المراجعه الاستثنائيه اللائحه لانها تعني الناس اللي بلغت سن الزرق والناس اللي تغير مكاتبه والناس اللي ما سجلت هم اللي في استحقاق الانتخاب الماضي. وموازاة مع سير العملية في مركز البلدية يكثف الفاعلون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني عمليات التحسيس والتعبئة في القرى والأحياء لإشراك الجميع في هذه العملية الاستثنائية. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مدينة تيغند. إلى ولاية البراكنة، حيث يشكل الفلكلور الشعبي في مدن الضفة رافدا مهما من روافد الثقافة المحلية في تلك المنطقة، ويحافظ السكان في مناطق الضفة على حضور هذا الفلكلور الشعبي في مختلف المناسبات الثقافية والاجتماعية. على ضفاف مدنها وفي مختلف قراها لا تخطئ عين الزائر لمدن الضفة المستوى الرفيع لحضور الفلكلور الطربي في حياة الساكنة.
بهذه الآلات التقليدية غالبا ما تصحب فرقة أمادو جوب الموسيقية الضيوف أول ما تطع أقدامهم أرض المنطقة بعزف أشهر المقطوعات الترحيبية تعبيرا عن الحفاوة التي عرف بها المجتمع الموريتاني بكل أعراقه. لا تتميز الموسيقى في هذه الربوع في النغمة الجميلة وتفردها فحسب، بل إن الآلات الموسيقية لها شكلها المميز الذي ينبع منه تاريخ المنطقة العريق، حيث استمدت منه خصوصية هذا الفلكلور الذي يعكس أحد أوجه التراث الموسيقي الوطني. هذه الفرق الموسيقية تقوم بدور عظيم في المحافظة على القيم والثقافة المحلية للساكنة هنا. تراثنا الوطني غني ويتمتع بالكثير من المميزات. الموسيقى لغة عالمية وهي سفيرة للثقافة أينما حلت، وهذا ما يجعلنا نحرص على التمسك ونعتبرها أفضل ما يقدم للضيف. وفي الأماسي التي تحييها هذه الفرق الموسيقية والتي لها جمهورها ومتذوق فنها الموسيقي، يتنادى لها الجمهور من كل حدب وصوب، حيث يتم إنعاش الذاكرة الجمعية بنماذج من التراث الغني مما يعزز روح التعايش السلمي ويقوي الوحدة الوطنية. تنظيم المهرجانات الموسيقية والأماسي الثقافية فرصة لتطوير هذا الجانب من الثقافة، وهو كذلك مجال للحوار بين الفنان وجمهوره. كل الفنانين يحضرون ليدري كل بدلوه، ولا ننسى إمتاع الحضور بالحكوات الذي يحكي قصصا ممتعة عن تراثنا العريق. إلى جانب إحياء الثقافة المحلية وإنعاش الذاكرة الشعبية بهذا اللون الطربي الفلكلوري، فإن الأنشطة السياسية والسهرات الدعائية تشكل موسم دخل لممارسي هذه المهنة. محمد المدهدي، قناة الموريتانية، مدينة بابوبي. بهذا الخبر عن الفلكلور الشعبي في مقاطعة بابوبي نأتي على ختام أخبار الولايات تذكير بما جاء فيها. مدينة النعمة تحتضن أعمال ورشة تكوينية حول خطة التنمية الرعوية الإقليمية بولاية الحوض الشرقي. والي قدما يشرف في مدينة سليباب على افتتاح أعمال ورشة جهوية لتخطيط وتنسيق المشاريع التنموية بالولاية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.